بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، المجلس الرابع في شرح الحزب الكبير حزب البر لسيدي علي أبي الحسن الشاذلي رحمه الله، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته في الدارين، آمين. نقرأ الحزب من أوله معا حتى نقف إلى الفقرة التي كنا فيها، صفحة 89 في كتاب الأوراد. صفحة 89 في كتاب الأوراد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم، لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه، وهو على كل شيء وكيل. لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. ألف لام را، كاف ها يا عين صاد، حاميم عين سين قاف. رب احكم بالحق، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. اللهم إنك تعلم أني بالجهالة معروف، وأنت بالعلم موصوف، وقد وسعت كل شيء من جهالتي بعلمك، فسع ذلك برحمتك كما وسعته بعلمك، واغفر لي إنك على كل شيء قدير. يا الله يا مالك يا وهاب، هب لنا من نعماك ما علمت لنا فيها رضاك، فتنتقنا بها من الفتن في جميع عطاياك، وقدسنا بها عن كل وصف يوجب نقصا مما استأثرت به في علمك عمن سواك. يا الله يا عظيم يا علي يا كبير، نسألك الفقر مما سواك، والغنى بك حتى لا نشهد إلا إياك، والطب بنا فيهما لطفا علمته يصلح لمن والاك، واكسنا جلابيب العصمد في الأنفاس واللحظات، واجعلنا عبيدا لك في جميع الحالات، وعلمنا من لدنك علما نصير به كاملين في المحيا والممات. اللهم أنت الحميد الرب المجيد الفعال لما يريد، تعلم فرحنا بماذا ولماذا وعلى ماذا، وتعلم حزننا كذلك، وقد أوجبت كون ما أردته فينا ومنا، ولا نسألك دفع ما تريد، ولكن نسألك التأييد بروح من عندك فيما تريد، كما أيدت أنبياءك ورسلك وخاصة الصديقين من خلقك، إنك على كل شيء قدير. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون.
فهنيئا لمن عرفك فرضي بقضائك، والويل لمن لم يعرفك، بل الويل ثم الويل لمن أقر بوحدانيتك ولم يرض بأحكامك. اللهم إن القوم قد حكمت عليهم بالذل حتى عزوا، وحكمت عليهم بالفقد حتى وجدوا، فكل عز يمنع دونك، فنسألك بدله ذلا تصحبه لطائف رحمته، وكل وجد يحجب عنك فنسألك عوضه فقدا تصحبه أنوار محبتك، فإنه قد ظهرت السعادة على من أحببته، وظهرت الشقاوة على من غيرك ملكه، فهب لنا من مواهب السعداء، واعصمنا من موارد الأشقياء. اللهم إنا قد عجزنا عن دفع الضر عن أنفسنا من حيث نعلم بما نعلم، فكيف لا نعجز عن ذلك من حيث لا نعلم بما لا نعلم؟ وقد أمرتنا ونهيتنا، والمدح والذم ألزمتنا، فأخو الصلاح من أصلحته، وأخو الفساد من أضللته، والسعيد حقا من أغنيته عن السؤال منه، والشقي حقا من حرمته مع كثرة السؤال له، فاغننا بفضلك عن سؤالنا منه، ولا تحرمنا من رحمتك مع كثرة سؤالنا لك، واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، يا شديد البطش، يا جبار، يا قهار، يا حكيم. نعوذ بك من شر ما خلقت، ونعوذ بك من ظلمة ما أبدعت، ونعوذ بك من كيد النفوس فيما قدرت وأردت، ونعوذ بك من شر الحساد على ما أنعمت، ونسألك عز الدنيا والآخرة كما سألكه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عز الدنيا بالإيمان والمعرفة، وعز الآخرة باللقاء والمشاهدة، إنك سميع قريب مجيب. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو ككائن، أقدم إليك بين يدي ذلك كله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. أقسمت عليك ببسط يديك وكرم وجهك ونور عينك وكمال أعينك أن تعطينا خير ما نفذت به مشيئتك، وتعلقت به قدرتك، وجرى به قلمك، وأحاط به علمك، واكفنا شر ما هو ضد لذلك، وأكمل لنا ديننا، وأتمم علينا نعمتك، وهب لنا حكمة الحكمة البالغة مع الحياة الطيبة والموتة الحسنة، وتولى قبض أرواحنا بيدك، وحل بيننا وبين غيرك في البرزخ وما قبله وما بعده بنور ذاتك وعظيم قدرتك وجميل فضلك، إنك على كل شيء قدير. يا الله، يا علي، يا عظيم، يا حليم، يا حكيم، يا كريم، يا سميع، يا قريب، يا مجيب، يا ودود، حل بيننا وبين فتنة الدنيا والنساء والغفلة والشهوة وظلم العباد وسوء الخلق، واغفر لنا ذنوبنا، واقض عنا تبعاتنا، واكشف عنا السوء، ونجنا من الغم، واجعل لنا منه مخرجا، إنك على كل شيء قدير. آمين. وقفنا عند هذا الحد. لا، واقفين عند يا الله يا الله يا الله، واقفين عند هذا. ثم بدأ في أثناء الدعاء تكرار النداء بالأسماء الحسنى، وكان الطريق الشاذلي أساسا يتبنى من أسماء الله الحسنى اسم الله، يعني السلوك بالاسم المفرد عندنا في الطريق الشاذلي يمتاز بهذا، الله 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 الله، لأنه هو الاسم الجامع لكل الأسماء والدال على الذات، فهو الدال على الذات والدال أيضا على الصفات، فهو دل على الكل، بل بكله يدل على الكل،
فبالالف تقول الله، لو شلت الالف تقول لله، لو شلت اللام التانية تقول له، لو شلت اللام التانية تقول هو، يعني هو بكله يدل عليه سبحانه وتعالى. وعلى شكله هو الاسم المفرد التي تبنته الطريقة الشاذلية في السلوك والوصول إلى الله. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، الله، هم دي أساسا عنوان الذكر الذي يعني يدمنه الشاذلي في طريقه. يعني طول ما أنت ماشي مخلص وردك، يا إما بتقول لا إله إلا الله إذا كنت من المبتدئين أو المريدين، والواصلين يقولوا الله 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 حتى يصير دقات قلبه بتقول الله دون أن يشعر. فيبقى في البداية لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله باللسان، ومحمد رسول الله بالقلب. كل ما تخلص وردك وانت فاضي إلهك بلا إله إلا الله بلا عدد، حتى تجد أن قلبك بعد ذلك يستوحش من لا إله. توصل لا إيه، انت لوحدك مدفوع لا تستطيع ان تقول لا اله الا الله كتير، تقوم تقول الله 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 الله، زي الامام الشبلي لما وصل لمرحله كان ايه، هجر لا اله الا الله، ما يقولش الا الله. فيقولوا له ليه كده؟ قل لا استطيع. يعني وصل لمرحله لا يستطيع انه ينفي، ما عندوش الا الثبوت بس، يعني صار من اهل الثبوت. وعلى شكل تجد ان في الأدعية الشاذلية كتير جدا يبدأ في وسطها، وكل ما يقول فقرة من الدعاء يقول يا الله يا الله يا، وبعدين شوية يا الله يا الله، وهكذا. فتجد ايه ده ديدا الشاذلية في أدعيتهم. ثم يضيف لاسم المفرد اللي هو الله، يضيف اليه بعض الاسماء التي لها يعني دلالات اخرى تعينه على ما يطلبه. يا الله يا الله يا الله، هكذا يكرره ثلاثا، لأن المراتب ثلاث، إسلام وإيمان وإحسان، مش كده برضو، وشريعة وحقيقة وطريقة، فهي حكاية مراتب ثلاثة. فتملي يحب يكرره الثلاثة بيانا لإيه، للمراتب. يا لطيف يا رزاق يا قوي يا عزيز. واللطيف هو الذي يوصل للعبد ما يصلحه من طرق لا يدريها، من لطفه أنه يدق معناه بحيث أنك لا تحتسب كيف يصل إليك العون، وكيف تصل إليك عين الرعاية، وكيف يصل إليك هذه العلوم التي تنفجر في القلب دون أن تتلقاها من أحد. يبقى كل هذا من مقتضيات اسمه اللطيف. فاللطف يقتضي القرب، ويقتضي الشفافية، ويقتدي عدم الحجاب بالحس، لأن كل شيء ما يبقى شفاف تقول عليه لطيف. يعني دليل أن حجاب الحس وكثافة الحس تنقشع. وعشان كده اللي يداوم على اسم اللطيف بتبص تلاقي يعني يغيب عن الحس ويرى ما وراء الحس، ولكن لابد بضابط، وإلا بيحصل له بعض التلف. يا لطيف يا رزاق، وهو بيستدعي الرزق من اسمه الرزاق، لأن مقتضيات الرزاق أن يرزق، والرزق كان يكون حسا ومعنى. الرزق بالنسبة للأبدان هو الطعام والشراب، وبالنسبة للقلوب هو معرفة الله، رزقها هو معرفة الله، وبالنسبة للأرواح هو إدراك الحقائق الإلهية. فرزق الروح هو الحقائق، والسر رزقه الأنس بالله. يبقى كل حاجة لها رزقها. فما يقول يا رزاق يبقى يأخذ الرزق من جميع نواحيه، رزق الحس والمعنى. يا رزاق يا قوي يا عزيز. والقوي هو الذي يفعل ما يريد بغير جهد، مقتضيات القوة كده، بغير معالجة. انت عشان تعمل حاجة حتى لو عندك قوة وعايز تشيل الباب لازم تجيب رفعة وتجيب واحد يرفع عليك، يعني بتحتاج حيلة علشان تظهر اثر قوتك، محتاج حيلة. لكن القوي الله ده لا حيلة
ده لا يحتاج حيلة ولا يحتاج آلة، ده يفعل ما يشاء بكن، بمجرد توجه الإرادة للقدرة تفعل القدرة، فهو على كل شيء يريده قدير يا قوي. وعشان كده مقتضيات اسمه القوي هو الحصول على المراد بأقل سعي وبأقل جهد، ده من مقتضيات اسمه القوي. يا عزيز، حتى الواحد تلاقيه مريض وتعبان ومش قادر يقوم يمشي، يقول يا قوي، تلاقيه وقف. ايه ده؟ ده بيجيله مدد في الحال، وبتحصل قدامنا طول النهار شايفين. يبقى الواحد من دول مش قادر يقوم ولا بتاع، اول بس ما يقول يا قوي تلاقي عموده الفقري وقف ومشي خطة خطوتين. وكنا نشوف بعض مشايخنا يبقى قاعد عاجز كده مسكين عشان يقوموه اتنين تلاتة يسندوه يوقفوه، يجي وقت الصلاة يقول يا قوي، يروح مصلي من قيام الاربع ركعات، اول ما يسلم يرجع تاني يعمل كده. حاجة غريبة. اه والله، يعني بمدد في الحال يجيله المدد على قدر ايه المراد. فمقتضيات القوي كده انه يدي لك القوة من ايسر طريق وبلا حيلة. لما تصلي في مسجد الاشراف تقول ايه يا قوي، عشان احنا بنصلي مدة طويلة، فلازم ربنا يدي لك قوة برضو عشان تصبر على العبادة، لان احنا ربنا يعني بيوفقنا وشرح صدرنا اننا نحيي سنة ماتت من قرون، وهي سنة النبي في العشر الاواخر انه كان يصلي من العشاء للفجر بوضوء واحد، من العشاء للفجر ما يتلفتش عن المحراب. فدي سنة نادر، هات لي جدا مسجد في العالم الان بيهتم بإحياء مثل هذه السنة، ربما بعد خواص الأولياء في أماكن مختلفة بيعملوه، ربما، لأن لا يخلو الخير في أمة النبي، لكن هات مسجد بقى بيعملها كده ويلم الناس فده نادر. وعلشان كده إيه، من أحيا سنتي واخد بالك فله أجر شهيد، له أجر شهيد. ومش كده وبس، والعبادة في زمن الفتنة اللي احنا فيه كهجرة معي، شفت قد ايه ثوابها كهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا في خير لو حمدنا الله ليل نهار وسجدنا ما رفعنا رأسنا من الارض ما وفينا شكر الله على ساعة قضيناها في الاعتكاف او لحظة وقفناها بين يديه سبحانه وتعالى. يا قوي يا عزيز، وعزة الله مقتضياتها أن يعزك فلا تركا لدنيا ولا تخاف من أحد سواه، مقتضيات العزة كده. فربنا يزيل من قلبك هم الرزق وهم الغلا. كل الناس قاعدة الآن الغلا والدولار والدحنة وحنعيش إزاي ونموت إزاي، وإحنا يا أخي ولا كأننا عايشين معاه ولا حاجة جاية في قلبنا. دي من مقتضيات العزة، تعز عن إيه؟ عن الحاجات دي كلها. الحاجات دي كلها بالنسبة لك شايفها صحيح انت عايش فيها، وصحيح انت بتعاني من مع الناس، بس مش بتعاني بقلبك، انت تعاني بس ايه بحسك لكن مش بقلبك. قلبك مطمئن عزيز، لا يخضع لأحد ولا يذل لأحد ولا يطلب من أحد ولا يسأل أحد، ولكن بتاخد بالأسباب وخلاص، واللي يجي لك راضي بيه اهدي عزة. لكن في غيرنا واقف على أبواب الخلق يتملق، وعلى أبواب الخلق يتزلف، ويبيع دينه من أجل عرض من الدنيا. آه ده ما عندوش العزة، ده مسكين. فمن مقتضيات العزيز الثقة في الله والتفويض الأمر لله والتوكل على الله وعدم وجود هم الرزق وخوف الخلق. يا قوي يا عزيز، شوف بعد كده بقى أثار هذه الأسماء اللي نديها فيها قد إيه أنوارها. فإذا غشيتك هذه الأنوار تبتدي تطلب، فدي مقدمة مهمة، ويعلمك أدب الطلب، إنك تنادي على من تطلب بالرغم قربه، ولكن أنت تستجلب من النداء آثار ما تنادي، لأنه هو مش محتاج نداء، ده هو قريب، لكن أنت بس بتستحضر بهذا النداء مقتضيات الأسماء علشان تعيش مع إيه، مع الدعاء. لك مقاليد السماوات والأرض، ومقاليد جمع مقلاد، والمقلاد هو المفتاح يعني. فمفاتيح خزائن السماوات والأرض في إيه؟ بيد الله، إدها للنبي، إدها للنبي، مش كده برضو؟
مش النبي بيقول في حديث البخاري صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم إذ أوتيت بمفاتح خزائن الأرض؟ بين أنا نائم، يبقى خزائن السماوات والأرض دي بيد الله، وكل فيها النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الروحانية. ما هو النبي له حيثيات، النبي من حيث البشرية اللي هو الشخص المحمدي اللي اتولد عام الفيل ومات بعد 63 سنة ودفن في المدينة، ده الشخص المحمدي. وفي بقى الروح المحمدية اللي كانت موجودة قبل ظهور الشخص المحمدي ومستمرة بعد دفن الشخص المحمدي. فالروحانية المحمدية دي اللي هي اللي يتجلى عليها بالرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذه الروحانية هي التي بيدها مفاتيح خزائن السماوات والأرض، بل مفتاح الجنة بيده صلى الله عليه وسلم، لا تفتح إلا بيده، لا ملك مقرب ولا نبي غير نبينا اللي بإيده مفتاح الجنة. فإذا كانت الجنة أغنى خزانة خلقها الله في الأكوان مفتاحها في إيد النبي، هتيجي تدور على خزائن الأرض دي بالنسبة بقى للجنة ولا حاجة. لك مقاليد السماوات والأرض تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر. والرزق برضو قلنا رزق المعنى ورزق الحس، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر. فممكن يكون إنسان قليل المال لكن ربنا بسطه في رزق المعاني والحقائق والولاية، وتلاقيه بسيط رث الهيئة، ما عندوش أموال، ما عندوش أرصدة، ويمكن ما عندوش بيت حتى. رب أشعث أغبر إذا أقسم على الله لا أبره. فالرزق كان يكون رزق حسي بتشوفه كده، ملك وقصور وأموال وأبهة وزينة، ده رزق حسي. والرزق المعنوي الذرة منه أحسن من جبال من الإيه، من الرزق المعنوي. تصور أنت حبك للنبي ده، مش ده رزق؟ إيمانك بالله ويقينك في الله ده مش ده رزق؟ ده طب افرض لو ربنا سلبك هذا الرزق وادك مليار جنيه، مليار دولار، تختار ايه؟ الايمان طبعا، لان ايه مليار دولار؟ هتدفنه معايا غاية ما هعمل بيهم ايه؟ هسكن شوية واجيب لي 10 عربيات واتجوز 4 ستات واتنطط في الدنيا شوية، وبعد شوية يجي لي مرض اصرف نصهم في المرض وبعدين اموت وما ياخدش حاجة معايا. يبقى لكن الايمان لا، حاجة تانية. عشان تعرف انك انت قاعد تقول يا رب الدين يا رب الدين، هو مديك اشياء لو عرضت عليك خزائن الارض علشان تسلبها وتاخد مقابلها خزائن الارض اللي ترفضها. يبقى الرزق ده ليه معاني تانية، في رزق المعنوي اقوى من الرزق الحسي الاف المرات، مش الاف المرات، بما لا يتصور من تضعيفات. لكن الانسان البسيط تصوراته في الرزق هي ايه؟ هي الاموال والذهب ومش عارف ايه والصيغه والارصده والمناصب والجاه، وده الانسان العام البسيط اللي مش مدرك. لا، ما تبقاش بهذه البساطه، انظر للامور على حقيقتها. ما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به الى رحمتك. الرزق اللي يوصلك لرحمته ايه؟ إن رحمة الله قريب من المحسنين. الإحسان في كل شيء، الإحسان في كل شيء وإتقان كل شيء أقامك الله فيه، هو ده الرزق الصحيح. إنك أنت ربنا سبحانه وتعالى يخليك ما تحبش تعمل حاجة إلا بتتقنها. إذا صليت تتقن صلاتك، إذا صنعت صنعة تتقنها، إذا درست دراسة توصل إلى إيه أعماق الحقائق في موضوع اللي أنت بتدرسه. ما تعرفش تعمل حاجة إلا يا أخي إلا تتقنها يا أخي، لأن الإتقان هو الإحسان ورحمة الله قريب من المحسنين. فيبقى ارزقني الرزق الذي يجعلني من المحسنين حتى أقرب من رحمتك. فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول بي بيننا وبين نقمك. نقمتك أو نقمك اللي هي عقوبتك، يعني ما يستدعي العقوبة، يعني كأنك ادينا رزق تعنا على إتقان الطاعة، ورزق أيضا يعنا على تجنب المعصية، البعد عن المعصية. طول ما أنت بعيد عن المعصية ومشغول في الطاعة متقنها، أنت في الرحمة.
ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، وأيضا اعطينا من حلمك، لأن الإنسان مهما حصل له هفوات، وأحيانا يجيله بعض فتور، فيبقى إيه في وقت فتوري وضعفي يا رب سعني بحلمك، سعني بحلمك واصبر علي حتى أعود مرة أخرى. ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك، واجعل والولاية ولايتان مش كده برضو، ولاية للمؤمنين ولاية للمتقين. ولاية المؤمنين اللي هو ايه؟ ولاية الطاعة، وولاية المتقين الله ولي الذين آمنوا. شوف ولاية من قبل الله وإيه، وولاية من قبل المؤمنين. المؤمنين يعني يذكروا الله، يتولوا الله، فهناك من يتولى الله وهناك من تولاه الله. يبقى من يتولى الله دي ولاية مين؟ المؤمنين. ومن تولاه الله دي ولاية المتقين. الله ولي المتقين، والله ولي المتقين. فالتقوى أعلى من الإيمان، فهي مرتبة أعلى. واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك، واجعل خير أيامنا وأسعدها يوم لقائك. يعني لما يقول واجعل خير أيامنا وأسعدها يوم لقائك، يعني إيه؟ يعني إيه؟ تتمنى لقاء الله، يعني تصل لمرحلة تتمنى لقاء الله ولا تستوحش من لقاء الله، لأن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وزحزحنا في الدنيا عن نار الشهوة. زحزحنا يعني انقلنا، ونار الشهوة لأن الشهوة نار تحرق كل كمال وكل قرب وكل طاعة، فلأن الشهوة دي هي الميدان الذي يلعب فيه الهوى والذي يأتي فيه الشيطان فيسيره، هي دي الشهوة. يعني الشيطان بيجي لك عن طريق ايه؟ بيجي عن طريق الشهوة وهواك اللي قد يعبد من دون الله، بيجي لك عن طريق الشهوة. فالشهوة هي أصل الهوى ومرتع الشيطان، فهمت؟ وهم دول أعداء الإنسان في طريقه إلى الله. فالشهوة موجودة، يجي ايه يشعلها مين؟ يشعلها الشيطان والهوى. هي الشهوة موجودة كمان، لكن مين اللي يولعها؟ اللي يولعها ايه؟ الهوى والشيطان. وزحزحنا في الدنيا عن نار الشهوة، لان هي اخطر ما يبعد الانسان عن ربي. وادخلنا بفضلك في ميادين الرحمة، لان الرحمة لها صور عديدة، فتبقى ميادين. ممكن تكون رحمات حسية ورحمات معنوية ورحمات في الطاعة ورحمات في العلوم ورحمات في الحقائق ورحمات في المعاملات ورحمات في الإدراكات وفي التطورات في درجات الإيمان والتقوى والإحسان، فكل دي ميادين. وأدخلنا بفضلك في ميادين الرحمة، واكسنا من لدنك جلابيب العصمة. يعني وعصمنا في أثناء هذه ميادين الرحمة ألا نرى أنفسنا فيها، بل نرى فضلك، فلا نتباهى بأنفسنا وما أعطيتنا فنتباهى بالنعمة ونترك المنعم. لا، كمان في وسط النعم دي والرحمات دي كلها، الحقني بعصمتك بقى وحميني حتى لا أرى نفسي بل أرى فضلك، فهمت؟ واكسنا من لدنك جلابيب العصمة، واجعل لنا ظهيرا من عقولنا. ظهيرا يعني معينا، يبقى عقلك معين لك في فهم مراد الله منك، مش عقلك معين لك في الاعتراض على مراد الله منك. في ناس عقلاء وأذكياء قاعدين يعترضوا على الشرع ويعترضوا على الوحي، ده عقلهم ده مش معين لهم، ده ضدهم. لكن هو يطلب عقل مخصوص، انه يبقى عقله إيه؟ معين له على الوصول لمراد الله منه. واجعل لنا ظهيرا من عقولنا ومهيمنا من أرواحنا. والمهيمن وتبقى روحك هي المهيمنة عليك، المشرفة عليك، الموجهة لك، مش جسدك الفاني وشهواتك
المتكررة التي لا تنتهي، وكلما أشبعتها ازدادت طلبا وازدادت نهما. لا، تبقى أنت المهيمن عليك هو روحك، الحالة الروحانية، لأن الروح تطلب العلو والشهوة تطلب السفل. واجعل لنا ظهيرا من عقولنا ومهيمنا من أرواحنا ومسخرا من أنفسنا. وسخر لنا أنفسنا كده زي الدابة، نقوم كل ما نقول لها طيع الطيع، ما تعصناش، تبقى مسخرة لينا على مقتضى ما فتحت لنا من سيطرة أرواحنا على أنفسنا وعلى شهواتنا. ومسخرا من أنفسنا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصير. فنصل إلى حالة نلهم التسبيح والعبادة والذكر كما ألهمتنا النفس بلا تكلف. وده المقام ده اللي بيسموه رفع التكليف عند الصوفية. رفع التكليف مش انه يعمل اللي هو عايزه على مقتضى شهوتي، لا، ده يعبد ربه بغير كلفة نفسي. تصبح عبادة ربنا فيه سجية كالنفس. فهمت ازاي؟ ادي معنى مش متكلف، ده العبادة خارجة منه، ما يعرفش يعصى ربه. لو حاول يعصى ربه لا يتصور يوصل لمرحلة بهذه الحالة. ما ينفعش إلا يبقى ذاكر لربه، لا يتصور نفسه غافل. فهمت؟ دي معنى رفع التكليف اللي ما فهموهوش الجماعة الوهابية. ولك الصوفية يقول يرفع التكليف، تكليف يقصد بالتكليف الكلفة، الجهد، يعني يصير العبادة سجية، تصل لمرحلة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول على الصلاة رحنا بها يا بلال. فهم؟ لكن في ناس بتقاوم نفسها عشان تصلي وتتعب من الصلاة. لا، ده النبي كان يبقى تعبان يقوم يصلي يستريح. أرحنا بها يا بلال. فهمت؟ أدي معنى مسخرا من أنفسنا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. وهب لنا، يبقى بعد الأحوال اللي فاتت دي كلها، أحوال تؤدي إلى مراقبة الله في كل الشؤون والتوجه إلى الله في كل الأحوال. ده مقام المراقبة بدرجاته المختلفة، ينتقل منه إلى طلب المشاهدة بقى، وهي ما بعد المراقبة. قال كده وهب لنا مشاهدة تصحبها مكالمة. يبقى من رقي إلى أرقى وتدرج، كأنه بياخد بإيدك من مقام المبتدئ إلى مقام السالك إلى إلى المستشرف إلى الواصل، في لحظات، في أقل من سطر، كل كلمة وراها علم كبير. وهب لنا مشاهدة تصحبها مكالمة، لأن قد تشاهد الحقائق ولكن لا تخاطب فيها. لكن من يسعد بخطاب مولاه؟ يسموها المخاطبات، يعني ربك يكلمك من جواك وهو أقرب إليك منك، دي يسموها المكالمات. وهب لنا مشاهدة تصحبها مكالمة وافتح أسماعنا وأبصارنا، بحيث أننا نبصر ما يوصلنا إليك ونسمع ما يقربنا منك. وافتح أسماعنا وأبصارنا واذكرنا إذا غفلنا عنك بأحسن مما تذكرنا به إذا ذكرناك. اذكرنا إذا غفلنا عنك بأحسن مما تذكرنا به إذا ذكرناك، يعني يا ربي اجعل ذكرك لي وحبك لي بلا علة مني. لو كان بعلة منك، طب ما انت لما تبقى غافل مش هيذكرك، لكن لما من غير علة هو ذكرك على طول. فهو مش عايز يبقى كمان علاقته بربه علاقة علة بمعلول، علاقة عبادة وعلاقة عمل فقط. لا، ده هو عايز يبقى علاقته بربه علاقة محبة بلا علة، بحيث انه يعطيه حال غفلته اكثر مما يعطيه حال ذكره. ده من باب الفضل بقى الواسع، يعني مش بيقول يا رب انا عايز منك ثواب ما اعمل وما وفقتني للعمل، لا، ده انا عايز فضلك انت، انا مش عايز ثواب اللي بعمله، انا عايز الفضل منك انت. انا متبري من عملي ومتبري من حولي وقوتي، فهمت؟ لكن اريد فقط ان تذكرني اذا غفلت اكثر مما تذكرني اذا عصيت، حتى يكون فضلك مني بلا مقابل مني، بل كله من عين فضلك وكرمك. وده من باب الافتقار، حتى لا ترى لنفسك عمل ولا ترى نفسك فضل. وده حال الواصلين،
انه مهما عمل واجتهد يقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، لا ينظر لنفسه عمل. واذكرنا اذا غفلنا عنك باحسن مما تذكرنا به اذا ذكرناك، وارحمنا اذا عصيناك باتم مما ترحمنا به اذا اطعناك. يعني كل ده علشان اذا قابلت ربك لا تظن انك قابلته بعملك وباجتهادك، لا ده بمحض فضله سبحانه وتعالى. فلا تذكر مع الله حسنة أديتها ولا عبادة عبدتها، بل لا تذكر إلا افتقارك وبعدك وفضل الله عليك. واغفر لنا ذنوبنا ما تقدم منها وما تأخر، يعني اغفر لنا ذنوبنا ما تقدم اللي فعلناه في الأول، وما تأخر من باب كرامة أهل بدر، افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم في المقدمة كده. فهو يتمنى أن يصل لهذا المقام البدري اللي هو مقام أهل بدر، فيقول واغفر لنا ما تقدم من إيه منها وما تأخر، والطب بنا لطفا يحجبنا عن غيرك ولا يحجبنا عنك. يعني اجعل لنا ساتر لا يراه أحد ولا أشعر أنا به، يحجبني عن كل ما سواك فلا أرى إلاك. والطب بنا لطفا يحجبنا عن غيرك ولا يحجبنا عنك، فإنك بكل شيء عليم. بكل شيء يحجبني عنك عليم، احجبني عنه. بكل شيء يمنعني من الوصول إليك خلصني منه. كل شيء يكون عائق من العوائق يقف في طريق ما دعوتك فالطب بي وابعده عني، لأنك عليم بكل شيء. اللهم إنا نسألك لسانا رطبا بذكرك، لا يزال لسانك ايه رطبا بذكر الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه ذهب المفردون ايه بالاجر، المفردون اللي هم ايه الذاكرون. اللهم انا نسالك لسانا رطبا بذكرك وقلبا منعما بشكرك وبدنا هينا لينا لطاعتك. لان في ناس بدنهم هين ولين في المعصيه او في الغفله، تيجي تقول له تعالى للطاعه يبقى اثقل ما يكون، تعالى على القهوه يا رهوان، قابلني في النادي تلاقيه قبل الميعاد واقف قدام النادي، طب قابلني في المسجد يجي لك لما يبتدي الخطبه تخلص ويدوب يركع الركعتين ويحضر صلاه الجمعه قد الركعتين بس. يعني في الطاعه متثاقل وفي لا هو مش عايز كده. سيدنا أبو الحسن بيعلمنا ندعي دعاء بدنا هينا لينا لطاعتك، أول ما تيجي الطاعة بدنك يبقى هين ولين يطيع على طول. سابقوا وسارعوا وبدنا هينا لينا، وأعطنا مع ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اللي هي المعارف بقى الإلهية وفضل الله الواسع الذي لا حد له، كما أخبر به رسولك صلى الله عليه وسلم حسبما علمته بعلمك. لأن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر للأهل المعارف، إنما أهل الزخارف عندهم حور العين بقى وعندهم الأنهار وعندهم يتمتعوا في القصور زي ما هم عايزين والولدان والغلمان إنما أهل المعارف حاجة تانية، ده عندهم جوه الجنة جنة تانية أهل الجنة نفسهم مش مدركين. شفت قد إيه اللي هو النبي قال عليها ما لا عين رأت، لأن خد بالك إن جنة الزخارف تراها العين، وما يعزف في الجنة من معازف تسمعها الأذن، فهمت؟ ولهم ما يشاؤون عند ربهم، يعني يخطر على قلوبهم، لكن التانيين ده فوق ما يخطر على القلوب وفوق ما يسمع وما لا يخطر على شيء، يبقى دي جنة تانية داخل الجنة هو بيطلبها، فهمت؟ كما أخبر به رسولك صلى الله عليه وآله حسب ما علمته بعلمك، لأنه بعلمك تعلم من تؤهله ليكون في هذه الحالة الشريفة، فاجعلني ممن أهلته لهذه الحالة الشريفة. واغننا بلا سبب، اغننا بلا سبب يعني اجعل غنانا بك مباشرة لا بأسباب، واغننا بلا سبب واجعلنا سبب الغنى لأوليائك، ومش كده وبس، وتغني بينا الأولياء مش المريدين،
ده الأولياء يستعيذوا بينا ويستغنوا بينا، الأولياء، فما بالك بقى، يعني ده مقام عالي قوي، مقام عالي قوي انك انت تبقى ايه، يبقى غناك بالله وغنى الأولياء بك. ده مقام القطبية الغوثية. واجعلنا سبب الغنى لأوليائك وبرزخا بينهم وبين أعدائك، يعني اجعل حماية أوليائك عن طريق جاهنا، يعني إذا التزموا بجاهنا لا يأتيهم ضرر من أعدائهم. فهمت إزاي؟ جعلنا برزخا بينهم وبين إيه؟ أعدائك. يعني كأن الأولياء إذا جاء الأعداء إليهم يحتموا بنا فيستعملون نحن سلاح لهم، لأننا نستمد منك مباشرة. فده مقام عالي، وعشان كده يقال أن قطب الغوث لابد أن يكون له مشرب شاذلي ببركة هذا. إنك على كل شيء قدير. يا الله حققنا بحقائق أهل القرب، واسلك بنا مسالك أهل الجزم، ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.